كرنفال أومو مع أمي وأبي وأختي. استمتعنا كثيراً وجربنا العديد من الأنشطة. صنعنا طبعات بأيدينا على حائط كبير، وعملنا قطع فنية وزينا قمصاننا، وحتى رسمنا على السيراميك، وأنا وضعت النجوم على رسمتي. في وقت لعب كثير، وتسابقنا ولعبنا لعبة التحدي ولعبة التنس، وكان هنالك لعبة البولينج أيضا، وكثير من الأنشطة للأطفال. رقصنا ولعبنا طوال اليوم، وكان هنالك العديد من الأشخاص وحتى كارول، وأختي أخذت صور سيلفي مع كريس في. تعرفنا على أصدقاء كثيرين واستمتع الكل بوقتهم. أتمنى يكون في كرنفال ثاني قريباً.